يلا السلام عليكم شباب، تحياتنا لكم. يوم جديد وفيديو جديد من فقرة من الألف الألياء تكاثر البلاول. عندنا اليوم الحلقة الثانية. الحلقة الأولى شرحنا لكم شلون نسوي المحمية وشنو اللي نحتاجه بالمحمية وين مكان المحمية. تقدرون تشوفون الحلقة موجودة عندكم، وسويت لكم قائمة تشغيل خاصة بس من الألف الألياء للتكاثر خاصة. اليوم عندنا كملت المحمية، هسه تريد تجيب البلابل. بس قبل ما تجيب البلابل انصحك ان تسوي شغله تعتمد التكاثر يعتمد عليها 50%، اذا سويتها راح ينجح عندك التكاثر، وهي ان تحضر نثيه مضمونه، سواء كان تكاثرك اجنبيات او تكاثرك عراقيات او عراقي على اجنبي، يعني مفكر تنتج هجين. كل هذا لازم تحضر نثيه مضمونه، يعني قبل ما تجيب زوجته. اذا تريد انت مفكر انه اذا عندك زوج احنا منتهي من هذا الموضوع، بس اذا مفكر استوك انت كملت المحميه اذا تريد تجيب البلابل، اول ما تجيب لك نثيه مضمونه سواء كانت اجنبيه او عراقيه. ليش اول ما نجيب النثيه قبل الفحل؟ نظام البلابل بالتكاثر النثيه هي اللي تباشر بالتكاثر، يعني هي اللي تحفز لك الفحل وتجهزه للتكاثر قبل الفحل. النثيه هي اللي راح تقعد بالعش، هي اللي راح تلف الخيوط، هي اللي راح تتودد للفحل حتى تجهزه اذا كان مجاهز، او حتى يلقحها اذا كانت شايله بيض. يعني الاعتماد كله يكون على النثيه، لذلك انصحك تجيب نثيه. هاي وحده. شغله اللخ، ليش انصحك تجيب نثيه؟ مثلا انت اليوم جبت نثيه مضمونه، مثلا او انت عندك بالبيت نثيه مضمونه منتهي من عندها. شلون عرفت النثيه مضمونه؟ النثيه مبيضه عندك، اوكي؟ هاي النثيه اذا تريد تجيب التك ثاني ما تعرف شلون راح تحصل التك الثاني اذا كانت عندك نثيه وتريد تحصل فحل. اذا عندك نثيه مضمونه وذبيناها هنا، هسه هاي عندنا هنا احنا نثيه مضمونه، هاي العراقيه، هاي نثيه مضمونه مبيضه، اوكي؟ تريد تجيب لها فحل وما تعرف شلون تعرف الفحل. تلقائيا اذا جبت لها تك ثاني، اذا كانت نثيه راح يظلن بس وحده تزاوف اللخ، ما يسوون اي شيء، مجرد مزاوف بيناتهم. اذا كان فحل راسا راح تتم عمليه التلقيح. مثلا راح تقول انا عندي وما اعرف انه هي هاي نثيه او فحل، عندك انت نثيه او ما تعرف هذا الطير شنو كان الجنس مالته وذاب هنا. اذا كان فحل وجبت له فحل ثاني راح يظلن واحد يبروز للاخ وما راح تحصل اي نتيجه من عندهم. لذلك انصحك انه تكون اول شغله عندك نثيه مضمونه، والافضل ان تكون مبيضه، يعني انت متاكد مبيضه يمك او ماخذها من واحد مبيضه يمه. هنا عندك التكاثر نجح بنسبه 50%. فيديو اليوم انتهى، ما احب اطول بيه، وانتظرونا بالفيديو الحلقه الثالثه. تحياتنا.